السلام عليكم، معكم عزيز الجازولي منسق الجهوي نقابة اتحاد عمال المغرب قطاع المركبات النفعية. كنشكر اول شيء الاخوان اللي جاوا داروا التغطية. كما كتشوفوا الاخوان الوقفة ديال اليوم والهدف من هذه الوقفة، هو المطالبات الحكومة بتفعيل صندوق المعاصي لدعم البترول المهني. كما كتيراه مؤخرا الوطن بصفة عامة شمل شاف وتفاجأ بهذا التصاعد المتتالي في المازوت، مما يؤثر سلبا على جيوب المواطنين والمهنيين من الدرجه الاولى. هذا التصاعد في المحروقات والزياده في المحروقات والزياده في اسعار المحروقات ما كتاثرش علينا احنا كمهنيين، كتاثر علينا كمهنيين من الدرجه الاولى وكتاثر حتى على المواطن البسيط. يعني كما كنشوفوا راه حاليا المواطن البسيط ولا العامل راه الاجره ديالو ما كتفوتش 70 درهم في النهار، ما كتفوتش 70 درهم ما تتجاوزهاش. والناس ديال النقل راه ملي كنت مثلا كنجيب انا واحد البضاعه من 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 الدار البيضاء لاكادير وكانت التكلفه ديال المازوت كتكون بواحد 2000 درهم، حاليا توصل 5000 درهم. مادام وصلت حاليا 5000 درهم راه هذاك السيد اللي غاش ديك البضاعه راه خاصو يرد الهامش ديال داك، قبل ما يرد هامش الربح ورد هذيك الزياده ديال المازوت اللي زادت عليه. وهادشي شكون اللي ياكل فيه العصا؟ هو المواطن. يعني مثلا الا كان غايجيب السكر يطعم عليه ب 250 كاكزومبل راه غادي يرد واحد الدرهم ديال المازوت اللي زادت وغادي يزيد درهم كهامش الربح ديالو غيولي 15 درهم. هادشي كامل كياكل كي الحتف ديالو واللي كياكل العصا هو المواطن. كما قلت لك راه 70 درهم باش كيتخلص العامل. راه حاليا المعاناه كثيره، حنا كنعيشوا معاهم وكنعيشوا وسطهم، وراه كاين اللي ما عندوش باش يخلص الكره حاليا، خدامه يوميا وما عندهمش الكره باش يخلصوا. كاين اللي كتجي باش تسلف عند الكونديكتور ولا عند شي فورس اللي فني عفاك حتى الكنزين، ملي كتخلص الكنزين ما كيبقاش ليها، ما تعطيها اصلا، ما بقاش ليها باش ترد له. راه الناس غير كيشوفوا ومن اتساع وكتجيهم هادشي غير غير كلام، ولكن خاصك تعيش وسط الناس، تجي تعيش وسط الناس المهنيين. حنا راه كاين اكثر من 1700 مهني اللي كيزاو هاد المهنه، وكل واحد راه كيهز واحد 15 14 13 ديال البيرسون، راه واصلين اكثر من 17000 بيرسون اللي واصله حاليا اللي كاينه هنايا. راه حنا في حاله، غنقول لكم هاد المساله ونطرق لها، في حاله ما تفعلش الحكومه، ما فعلتش الصندوق ديال مقاصد الدعم هاد المحروقات المهنيين، راه حنا غادي نوقفوا ديفينيتيف، ما حقاش اصلا ما عندناش الرباح.
خدامين بواحد 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 الهامش بسيط حاليا نظرا للظروف اللي كتمر بها البلاد جائحه الكورونا. الفلاح كيخلص هاد الناس هادو البياسه يعني خدام 20 درهم البياسه، والظروف ديال الجائحه كتفرض عليه ان ما ديباسيش 800 الناس، كيجيب واحد 140 درهم في النهار. المحروقات كيضرب هو فيها كيضرب 100 درهم ولا 120 درهم في النهار، يعني شنو خدام فابور خدام فابور اللي في حاله ما كانش التفعيل والتصريف اقرب واحد راه حنا غنوقفوا ديفينيتيفمون، ما كنتحملوش اي مسؤوليه. حنا حاليا كمواطنون ما بغيناش نصعدوا من الديبار، جينا وقفنا وقفه انذاريه كنوجهوا فيها للحكومه والجهات المسؤوله بالله راه حنا كنعانيو ورحنا دينا الناس ومجاو الناس قدامين وجينا باش ما نساهموش في شي في شي في شي في التدهور ديال الاقتصاد ديال البلاد. حاليا كما كتعرفوا البلاد اكادير راها 70% ديال 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 الاكسبور تحت لواء نقابة اتحاد عمال المغرب، وذلك في ظل صمت السلطات الحكومية التي أصبحت عاجزة عن كبح جماح أسعار المحروقات والتهرب من اعتماد الأموال المهني كما هو معمول به في قطاع الصيد البحري. وبناء على ذلك فإننا نقابة اتحاد عمال المغرب تعلن للرأي العام الجهوي والوطني ما يلي: تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية جهوية، وذلك يوم الخميس 24 فبراير 2022 انطلاقا من الساعة 9 صباحا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.